والله ما مصدق. انا اسف عليك والله. ما مصدق والله. ام مصر هناك 10 ايام وهنا اسبوع. اللي صار ان 17 هاي كلها دافع 50,000 وما راضي. 50 الفقر اليوم 50,000 تعجبك على البحر. ها؟ على يمه؟ على البحر. وين البحر؟ مو طبيعي. شوف 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 الاجواء. عمي ما مصدق. عمي معزب مو هي مو بيدي. يعني واثق هسه اخوي العزيمة عليه؟ عليه؟ قول والله. سمشتين والله هسه شاوين شوي. انت يعني محضرهن؟ محضرهن؟ مجهزهن. جهزهن؟ وين؟ على اليمن؟ على البحر. على اليمن؟ على البحر. على البحر. شوف الله. مال واثق جايبنا اليوم على البحر. ما حتى المزاج هنا متمن. الله يعني هنا اليوم. هنا؟ يلا. ابو علي على حسابها. نشوف. خلاص عليك. ها؟ تعال شوف السمك بعد. تقول وين عازمك؟ على البحر. على اليمن؟ على البحر. تعال شوف شوف. هذا سمتي. ايه. هذا خشني. خشني. وهذا ضريبه. ايه. شو زي انت؟ خذ انت. نزل انت سمتي. سمتي؟ ايه. والله تعال قد. يلا وين حسين؟ يلا حسين ويانا؟ حسين ويانا. ها حسين. تصدق بواثق عازمنا يا ولد؟ تصدق لو ما تصدق؟ والله حتى ما تصدق لان بس هم عين وسكاكين. انت مالك شغل بس هم عين وسكاكين بس لا مقلب. لا راح اجي له يسوي بينا مقلب؟ لا انا معزب مو بيدي. وين عازمنا؟ على البحر. ها؟ على البحر. على البحر. واقف مصدوم في مرايتي حبايبي ليه تلوني؟ طبعا اكرمك الله ابو الاكبر عم معدل والله. خدمتك انا. واثق الناس يقولوا لي شنو نزلت بلبنان؟ شنو من اكل؟ خدمتك حجي ما عاد ترس ترس. ايه. هنا سوق. شنو؟ سوق. ايه. لا سمك. سمك. هنا تمن. تمن. هنا خبزا. بس هو هاي. عم ابو الاكبر والنعم منه ما قصه بس ابو الاكبر انت تضرب يا صفر يا ما تمن ما تشبع المنزلين لها. وشنو هو سمك وهنا خبز. ما خبزهم؟ ايه. شوفه. كابتن ملح تغدينا وكملنا وهسه طالعين نجيب الطلبيه نوير اخوي وحسين مصين على طلبيه فكوا شنو الطلبيه اللي مصينها حزروا هسه رايحين نجيب الطلبيه اللي مصينها وصلت من العراق ورايحين جيهم واكرمك الله ابو الاكبر حبيبي مشكور على الغداء حياتي وهسه طالعين نجيب الطلبيه احنا من نوصل اقول لكم شنو الطلبيه من اللي هنا رحمه الوالده على مود الطلبيه مصيه يا اخي والله ما وصلنا 3 ساعات منتظرينه جبناها شنو مصين الله عليك شنو هو مالك دخل بطين خلينا نشوفها انت مالك دخل الله عليك شنو مصين وير اخوي شنو مصين انا وانا وشغله خاصه هسه بس خلينا نشوفها اليوم عندي عيد ومنين وصيتوها عيد من العراق حجي من العراق منين وصيتوها تعال الله عليك شنو مصين شنو مصين انا وانا وشغله خاصه هسه بس خلينا نشوفها اليوم عندي عيد ومنين وصيتوها عيد من العراق حجي من العراق منين وصيتوها تعال الله عليك شنو مصين شنو مصين اجي 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 بينا احنا شغله فينا احنا من ولك شنو مصين ادري ما يخالف ما يخالف مصين من العراق هاي ثلاث ايام هسه يلا وصلت اي شنو دعره زين هاي من الفرع اللبناني حجي فرع لبنان موجود هنا عندهم طلع صدق والله العظيم يعني هاي فرع لبناني عمي طلعت دولية هاي الشركة ما ادري شنو من شركة ما اقول لك لون تنقلب الدنيا هسه غير عرفت شو صار عندكم فضول نفس تعرفون شو مصين من فرع لبنان ما شاء الله ذبح هي شنو هو؟ ما اقول لك من ولك شنو جبتوها وجت ويانا؟ ويانا بس خليني اشوف والله بس اشوف والله يا اخي ايش بيك حسين؟ ما تدخل ابد ما تطلع يا اخي ادرج ايش طالبي ما تشوفني يعني ما تشوفني يلا لا لا حسين اوكي هيتي لك حسين انا صاحبك واخوك والله هلفنا بلبنان ايه عندهم طلع فرع بلبنان حجي ايش طلع؟ بلبنان يجي بك بالعراق لا كل لازم العراق ما يجي هم ما استحدثوها عن الشرق والله هسه هذا فرع والله خلنا نشوف هسه شنو ايش طالبين؟ خلطة نايه بعد طالبين خلطة نايه صابونه وهاي شنو هذا؟ مقطوعات هذي ايش قد صار انت؟ ها؟
هذني كل صاعد 120,000 كل 120,000 طالبينها ويا التوصيل كل شيء قول والله 120 هذن كل 120 ها زين هسه انا ذا اطلب عود 120 قول والله والله تريد اعطيك رقم هسه خابره بالشركه هسه خابر فراح على العراق واقول له قل له سوي خصم خصم شنو هلا خليه يسوي خصم الي وللمتابعين كلهم وحق الله خابر بس بقى جماليه هذا بقى 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 يلا نزل ايش بيه ما بخاف اتعلم عليك تعال تعال يلا نزل تعال وقلا ظل هنا يلا ظل هنا وقلا تعال وقلا شفته شوف تعال جاك الثالثة تعال يلا ظل رايحين احنا ما شو يسوي لك لا واثق والله فشلتنا انزل ولك انزل ايش بيه اي روح هاك شوف هذا يلا انزل انزل جاك من وراء